السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ششم کلمہ ردی کفر یاد کریں گے. ششم کلمہ ردی کفر. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرعت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.